لأمتى بدك تضل هيك؟ البركة مالك صغير. صحيح معك حق، كبرت كتير وما تجوزت، شفت كتير وشفت قليل وما كنت لاقي وحدة تناسبني. بس هالبنت هاي خرطت مشطي تماما، وشها، عيونها، شعرها، قعدتها، كل شي فيها عجبني وبتناسبني عمرا، يعني لا كبيرة علي ولا صغيرة، وهذا هو مطلوبي. صار لي 3 أيام عم بسمع منك هالحكي، بدي شي جديد. مثل شو؟ يعني ما بكفي تخرط مشتك من بعيد لبعيد، لازم تشوفها، تحكي معها، تتعرف عليها، تعرف على حالك. هيك من الباب للطاقة؟ اي سيدي، من الباب للطاقة. شو بدها الشغلة يعني؟ بعدين انت ما عم تعمل شي عيب لا سمح الله، قصدك شريف ونيتك سليمة، مو هيك؟ ولا ناوي تتسلى؟ أعوذ بالله، أنا غرضي تسلقي، شو بنا ما جيت؟ هلا بطلت تعرفني أنت؟ عم بحكي معك هيك لأني بعرفك، المهم قوم، قوم احكي معها خلصني. هلا شلون بدي حاكيها وما في معرفة بيني وبينها؟ هلا ما صار لك 3 أيام عم تقعد مقابيلة؟ بلا. إيه معناتها صارت بتعرفك، أو على قليلي صارت بتعرف إنك مهتم فيها، وهذا بيسهل الموضوع كتير. قوم هلا، قوم خلصني. طيب شو بدي أحكي؟ يا سيدي الحكي بيجي لحاله، المهم تلاقي مبرر تبدأ فيه الحديث. مو هي هون المشكلة، المبرر. صار لي 3 أيام عم دور على مبرر وما كنت لاقي. حواليك شي مبرر ظريف؟ طيب شو رأيك قوم أنا حاكيه عنا؟ هلا عود بلا ولدني، مالنا أولاد صغار نحنا. إذا بدك تخدمني بتلاقي لي مبرر. طيب بسيطة، اسألها قديش الساعة؟ اسألها قديش الساعة؟ هالحركة ولادية مو خرجنا، انقرضت من 20 سنة. طيب شو رأيك تعمل حالك مخربط فيها؟ شلون يعني؟ يعني مثلا هجوم عليها دغري وقلها مرحبا سهى، على أساس تعرف وحدة اسمها سهى واستشبهت فيها، بتقوم بتقلك أنا مو سهى، يعني بعدين بتكفي من عندك. لو كنت مستشبه فيها كنت حكيت معها من يومين مو هلا. بعدين خايف عن جد يطلع اسمها سهى، بعرف حظي أنا. طيب شو رأيك إنك تحمل حالك وتقعد جنبها وتستعير منها المجلة اللي بإيدها؟ ماشي الحال، فكرة معقولة. ادعي لنا أخي ماجد. الله ياخذ بيدك، استناك ولا أمشي؟ انتظرني دقيقتين، إذا شفتني عم باخذ وبعطي بالحديث اتكل أنت. لوين بدي اتكل؟ خذ تاكسي وروح انتظرني مطعم الشلال. ماشي، راح استنى. عفوا هاني سيف، في حدا قاعد هون؟ شكرا. حلو الطقس اليوم، لطيف كتير، لا برد ولا شو. ممكن استعير هالمجلة بالله؟ بعتقد ما في داعي لهالحركات. أنو حركات؟ صار لك 3 أيام عم تحوم حوالي وتاخذ لي بوزات، ممكن أعرف ليش؟ الحقيقة أنا كنت وما زلت يعني حابب أني أحكي معك ومنتظر الفرصة. أيوة، وإجيت تستعير المجلة لحتى تخلق فرصة للحكي، مو هيك؟ طيب عفوا، أنت شلون بدك تحكي معي من دون ما تعرفني؟ أنا قلت لحالي أنه ممكن نتعرف على بعض بالأول بعدين بنحكي، طبعاً إذا ما بدايك هالشي. بس بترجاكي لا تفهميني غلط، أنا مو من الناس اللي ببالك منه، بالعكس أنا نيتي اتجاهك صافية تماما. على كل حال مو مشكلة، أنا ضجراني وحابة دردش مع أي شخص. ماشي الحال، أنا اسمي عادل. وأنا سهى. سهى؟ شو؟ ما عجبك الاسم؟ لا لا عجبني كتير. أنسة سهى، يا ترى أنت دائما بتجي لهون؟ يعني وقت بكون مالي بجي لهون لحتى اختلي بنفسي وشم هوا نظيف. بالظاهر بيتكم ضيق وما بيدخلوا الهوا. لا لا مو هذا قصدي، بالعكس بيتنا كبير وشرح وعين الله حوله. وين ساكنه حضرتك؟ انا غرب المالكي. وين يعني بالتحديد؟ عدم المؤاخذه للالحاح. مو مشكله، بشارع مستشفى الشامي. ايه الحق معك، السكنه بهيك شوارع معرضه للضجه والتلوث، خاصه اذا كان البيت طابق وما في حديقه. لا والله عنا حديقة وكبيرة كمان، بس السكنة برات البلد أفضل، مو هيك بدك تقولي؟ يعني أنا بتمنى يكون لي برات البلد بلاطة واحدة حتى أبني عليها عش مثل عصفير وأسكن. بس منين يا حسرة؟ وحضرتك ما بتحبي تسكني برات البلد يا ترى؟ بلا، وبصراحة عنا مزرعة بالصبورة وفيها فيلا ضخمة ومسبح وأشجار مثمرة، بس رغم هالشي الواحد بيمل أحيانا،
ما بيعرف ليش. عفوا، يعني بفهم من هالكلام انه حضرتك ميسوره الحال؟ ايه ولله الحمد، الوالد مخلف لي مزارع وبيوت ومصاري، وعندي شركات كبيره وضخمه، ورغم هالشي بحس بالملل، ما بعرف ليش. معقول عندك كل هالأملاك وكل هالإمكانيات ومال لي؟ هو صحيح المصاري ضرورية لرفاهية الإنسان وراحته، بس لما بتكون مكدسة تكديس تتحول لنقمة. كيف ما اطلعت حوالي عم لاقي ممتلكات ومجوهرات ومصاري، صدقني مليت، يعني حاسة حالي إنه حياتي كلها فارغة، مع إنه كلها سهرات بأرقى الأماكن ورحلات لأوروبا ومتابعة لأحدث صيحات الأزياء والسيارات. عفوا، شو نوع سيارتك؟ يعني شو بتحبي تسوقي؟ لأنه سيارة واختيارها بتدل على شخصية الإنسان. شايف السيارة اللي واقفة هونيك؟ أيوة، هاي المرسيدس البيضة اللي حدا الشوفير. هاي سيارتي؟ إيه، سيارتي وسائقي الخاص. تتهني فيها، فعلا سيارة مرتبة. بتصدق مليت منها، مع أني من شهرين اشتريتها. لا، شو الحكي؟ قبلها كان عندي فراري صفرة، وقبل الفراري كان عندي جاكور كحلي وإلى خط ذهبي، وقبل الجاكور بدلت شي 4 سيارات أمريكي، وهلأ والله ناوية بدل المرسيدس. شو رح تشتري بدالة؟ بي ام؟ ما بعرف، بجوز الطق بمخي وآخذ لي زلحفة صغيرة. زلحفة؟ نوع من التغيير مو أكتر. تعرف يا أستاذ عادل إني ما بثق بحدا من اللي حوالي، بحسهم كلهم منافقين ومخادعين وصيادين فرص، والكل اللي بيتعامل معي من شان ساروتي مو من شان شخصي. مشان هيك عم أحس كل شي حوالي مزيف وبارد وممل. الله يعينك، تاري عم تعاني كتير، مو بس الفقرة اللي بيعانوا. نيال الفقير وعيشته كلها بساطة ورضا وقناعة وصدق. عفوا آنسة سوها، إذا سمحتي لي اتدخل، يعني كمان أنت بتتحملي مسؤولية هالشي، قصدي إنك فيك تختاري لنفسك أجواء خاصة ونمط معين لحياتك بحيث إنك تكوني مرتاحة. هذا الحكي نظري، لو كان عندك ثروة بحجم ثروتي ما كنت حكيت هالحكي. ليش كل هالقد ثروتك كبيرة؟ إيه كبيرة، لأني أنا البنت الوحيدة للوالد الله يرحمه. هو كان مغترب وكان عنده أملاك كتيرة، ولما توفى ورثت كل شي عنه. صحيح أنا ما بشتغل بإيدي وعندي موظفين ومستشارين ومدراء أعمال، بس مجرد متابعة الأرقام وإحصاء الأرباح بوجع لي راسي، والمشكلة إني وين ما حطيت مصاري بربح، لو كل الناس خسرت أنا الوحيدة اللي بربح. فعلا مشكلة. تخيل، من سنتين اشتريت مزرعة بقر ببريطانيا لأنه والدي الله يرحمه كان يشتغل هنيك. المهم اشتريتها ب$5 مليون، وبعد فترة كل بقر بريطانيا جن إلا بقراتي، ما صار لهم شيء. لا مو بس هيك، زاد سعرهم كمان لأنه ما جنوا. العام على الحظ، قصدي شو هالنحس هاد. ومرة اشتريت مزرعة عنب جنوب إسبانيا، نحمر بيا مربط خيل العرب، يومتها انضرب موسم العنب كله، لحقته دودة وما خليت منه شيء إلا عندي، ضلوا عنباتي مثل ما هنن وبعتهم بأغلى الأسعار. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليش هيك عم يصير معك أنت؟ النحس لاحقني وين ما رحت، ليكون وجعت لك راسك بحكي. لا لا ابدا، اعوذ بالله، بالعكس انا مسرور كثير لانك فتحتي لي قلبك وحكيتي لي كل هالحكي. فعلا انا كنت بحاجه لاي انسان لحتى احكي له وجعي. صحيح ما سالتك، انت شو بتشتغل؟ انا؟ ايه انت. شفتي البقاليه يلي ورا جنينه يلي لها خيمه خضراء؟ ايه عرفتها، هي الك؟ لا شو الي، بشتغل فيها بس. شو بتشتغل بيا؟ لا محاسب ورا الصندوق، يعني هيك شغلي على قد الحال. يعني انت فقير؟ يا ستي بامكانك تقولي فقير او معدم لانه الراتب قليل كثير. ايه نيالك. على فكره انت عايش بنعمه ما لك حاسس فيها ابدا. انا على القليله بالك مرتاح وذهنك فاضي. مو بس ذهني فاضي وجيبتي فاضيه كمان. انت شاب والمصاري مثل ما بتجي بتروح، لا تزعل عليها ابدا. مالي زعلان؟ مين قال لك اني زعلان؟ انت متجوز؟ لا.
لسه ما صار نصيب. وحضرتك؟ في اثنين حايمين حوالي وعم يطلبوا ايدي. الاولاني ابن تاجر عربي كبير اجتمعت فيه بلندن، عنده محلات اقمشه باوكسفورد ستريت. صحيح هو جنتلمان كثير ومزوي، بس مشكلته بارد. انا ما بحب الباردين، بتحس ردود افعال الباردين معدومه، شو ما صار حواليهم ما بيتاثروا. والتاني ابن ملاك كبير هون بالشام، عنده مزارع كبيره، كونسيروا وما كونسيروا ومرتديلا ومعامل اليات. كمان الشاب لطيف ومهذب، تعرفت عليه بحفله كوكتيل بسفاره ولمح لي على الموضوع. انت شو رايك؟ المشكله الاثنين ما نزلوا لي على معدي، انا غنيه وهن غنايا، وحديثنا المشتركه رح تبقى بايخه، كلها شغل وعمل وصفقات، وانا هربانه من هالشي. انت شو رايك؟ بشو؟ بتحب ننزل لك الغدا استاذ؟ لا معلش، شوية تانية، عم بستنى شخص. فنجان قهوة تانية تسمح. حاضر. على فكرة، أنا ما حسيت معك بالوقت أبداً. صدقيني أنا عندي نفس الشعور أنسى سوها. من زمان ما صار لي فرصة لأحكي كل هالحكي. بتمنى ما أكون أزعجتك بمشاكلي. لا لا بالعكس، أنا مستعد أقعد معك 7 أيام بليليها وأنا عم بسمعك. بس هلأ عندي طلب صغير. تفضل. ممكن أشوفك مرة تانية؟ خليها للظروف. وليش لنخلي الظروف تتحكم فينا؟ ليش ما منتحكم نحن بالظروف؟ على فكرة، أنت جريء وأنا بيعجبني الشاب الجريء. وأنت ذكية ولماحة، وأنا بتعجبني البنت الذكية. شكراً، هذا من لطفك. على كل حال أنا مسافرة كم يوم على باريس، بدي أجيب كم فستان، برجع يوم الأربعاء. الخميس الجاي بتلاقيني هون بالجنينة. حاببتها كتير لهالجنينة، كتير مسلية. وأنا رح أضل هون بالجنينة من هلأ ليوم الخميس الجاي. طيب، عن إذنك. مع السلامة. الله معك. فرصة سعيدة. فرصة طيبة. الله معك. شو أستاذ، ما رح تتغدى عنا؟ لا والله بدي أمشي. إذا حدا سأل عني قال له ماجد عم يستناك بجنينة، خليه ينتظرني. حاضر. شكرا. أهلا وسهلا. شو وينك؟ تأخرت كثير أنسى سوها. معلش صار معي ظرف طارئ، حدا سأل عني؟ سأل عنك صاحب المحل وكان معصب كثير. إيه وشو قلت له؟ قلنا له راحت مشوار ضروري كثير وهلا بترجع. وحكى شيء؟ لا ما حكى. هي الفواتير عندك. يلا. يلا يا ابو رامز. لوين قاعد البيت؟ خذني على مطعم الشلال، بكون ماجد عم ينتظرني هنيك، ملل من الانتظار. حاضر يا بيه. تأخرنا يا ندى، لسه ما لبستي. شو بك يا امي؟ لساتك قاعده بتختك وحاطه الحزم بالجرن؟ ما قلت لك مالي رايحه امي. ما بصير يا امي ما تروحي، شو لكان صلنا جمعه عم نحكي؟ خلص امي، قلت لك مالي رايحه يعني مالي رايحه. آمنت بالله على هالكلام اللي ما بينسمع. ليش شو بحكي امي؟ امي بحكيك هاد بتثبتي للناس ولهشام قبل كل الناس انه انت غيرانه لانه ما خطبك الك. امي الله يخليكي لا بقى تفتحي لي هالسيرة، أنا أساساً هشام كله على بعضه، ما عادت قيمته من أرضه، ما عادت قيمته من أرضه. منيح، إذا ما عدتي قيمتيه من أرضه، روحي البسي واحضري عرسه وورجيه إنه أنت ولا على بالك. ما بقدر يا أمي ما بقدر، لا تحمليني فوق طاقتي الله يخليكي.
يا ندى يا ماما، كل شيء بهالدنيا اسمه ونصيب. لو كان هشام اسمتك ونصيبك، ما في شيء بالدنيا كلها بيقدر يمنع اللي الله كاتبه سبحانه وتعالى. هشام هو اختار طريقه وشريكة حياته، وانت بكره بتنخطبي بتتجوزي وبتصير لك حياتك مع انسان احسن منه ان شاء الله. بس يا ماما، هشام هو الانسان الوحيد اللي انا حبيته وتمنيت انه يخطبني. كل الناس كانت مفكره انه هذا الامر محسوم بيناتنا. يا امي يا حبيبتي، هلا طوال ما انت سكرتيره عنده بالمكتب، جاب لك سيره الخطبه شيء؟ لا. بعمره فتح لك سيره الزواج؟ لا. معناتها الغلط غلطك انت مو غلطه هو. الرجال ما وعدك بشيء، بس انت عم تتوهمي شغلات ما لها اساس. طيب امي، ليش مو انا؟ ليش؟ شو ليش يا امي؟ لانه كل شيء بالدنيا اسمه ونصيب، ما قلت لك انت مالك نصيبه. يلا حبيبتي يلا، روحي غسلي وتمكيجي والبسي وجخي ورخي ولا على بالك، مشان حتى تفوتي على العرس وانت طبيعيه، مو تروحي حاططي لي عقده بجبينك قدام الناس. بعدين امي، عدم وجودك بالعرس كسكرتيرة عنده بالمكتب بده يلفت نظر. هيك قولك ماما؟ إيه لكان. يلا أمي يلا. طيب أمي، شو بدي ألبس؟ حبيبتي البسي الروب الأسود اللي أبته مشغلة، كتير بيلبق لك. لا أمي، بدي ألبس روبي الأبيض يلي إله لولو، يلي كنت ناوي ألبسه لو خطبني هشام. لك يضرب يضرب شو أعمى قلب، وغليس كمان. بالفعل يضرب شو أعمى قلب. يلا أمي عجلي لك شوي تقبريني، ما حلوة نروح متأخرين. خير؟ شو في؟ شو هالسيارة هاي؟ هاي سيارتي المرسيدس. شبكي ما عرفتيها؟ بس نحن ما هيك اتفقنا، يعني ما في خواص، حطيتني تحت الأمر الواقع. أنو أمر واقع هاد؟ لا، هلأ بدك تفهميني شوي اللي مدايك. يلي مدايقني يا أستاذ هشام، يا عريسي، إنك وعدتني تجيب لي ليموزين مشان تاخدني من بيت أهلي بمكان الحفلة، مو مرسيدس. إيه بس أنا ما بتذكر إني وعدتك بهيك شي أبداً. شلون ما وعدتني بقى؟ مو قلت لك بدي اركب ليموزين يوم عرسي؟ لا ما بنكر، انت فعلا وقتها طلبتي السيارة الليموزين وقلت لك وقتها ما بحب هالحركات هي. ليش؟ مالك حمل تستأجر لي ليموزين؟ قلت لك بابا بيساعدك. لا حملو نص، بس طالما عندي سيارة مرسيدس قد ودلقة فلشو هالمظاهر والمنفخة يلي برا طعمي. المهم نكون مع بعضنا بسيارة مرسيدس بسوزوكي بشاحنة ما بتفرق بقى. الله يرضى عليكي، لا تعكرينا مساجنا. بسيطة، بس اتذكر دائما انك كسرت بخاطري ليلة عرسي وما ركبتني سيارة ليموزين، مشيت لي اياها بشقفة مرسيدس. تذكر هالشي. Hey!
شو هالاسوارة هشام؟ شبهها؟ مو هاي اللي اتفقنا عليها؟ بلا هاي فيها هلا. لا مو هي بذاتها. نحن اتفقنا جيب لي الاسوارة المقلمسة اللي عليها بابيونات. لا لا يا هلا، نحن بالاخير اتفقنا انه نضل على نفس الاسواره اللي بايدك، لانه جايك مالي مع الطقم كله، يعني عقدك وسوارتك وحلقاتك وخاتمك كلهم طقم واحد. هشام سبق وقلت لك اني ما بحب سياسه الامر الواقع. هي تاني مره بتستحكمني فيها وبتحطني تحت الامر الواقع. هلا لاحظي انك عم تستغلي المواقف الحرجه كثير لمناقشات مو وقتها هلا منوب. شايفتيهم ما احلاهم؟ ما شاء الله حولهم. هن الاثنين قاعدين عم يتناغشوا مثل العصفور والعصفورة. يعني أنا هلأ صرت مستحكمتك وحاططتك تحت الأمر الواقع؟ معلشي يا ريت تأجلي لي الحديث هلأ. وأنت يا ريتك تضل تتذكر الليموزين اللي ما ركبتها والإسوارة اللي بدلتها. المهم هلأ أنت فرحانة يا هلا؟ لا. ليش؟ لازم تكوني فرحانة حبيبتي، هذا عرسنا فرحنا والباقي كله شغلات بسيطة ما لقيمة. ما لقيمة بالنسبة إلك، بس إلى قيمة كبيرة بالنسبة إلي. هارل فيها هلأ، خلصينا بقى الفيها. خلصينا؟ بسيطة، بس رح أضل الليموزين حرقة بقلبي وكمان الإسوارة. خلصنا خلصنا. عم تسكتني يعني؟ لا مالي حابب كمل نقاشنا السخيف. لمعلوماتك النقاش هاد هو أول أبجدية لحياتنا المشتركة مع بعض، فإذا كانت طريقتك بتعتمد على سياسة الأمر الواقع معناتها أني أخذت فكرة واضحة كتير عن حياتنا المستقبلية كيف رح تكون. الظاهر أني أنا اللي أخذت فكرة واضحة عن حياتنا كيف رح تكون. شو قصدك؟ ندمان؟ مو مسألة ندمان، بس اللي بقصده انه كل العرسان بالعالم بيكونوا بهاللحظات هاي عم يحكوا عن شغلات غير اللي انا وانت عم نحكي فيها. اساسا بكير نحكي فيها من هلا. بالعكس انا رأيي ضروري كتير نحكي فيها من هلا، لانه اللي اوله شرط اخره سلامي. لا حول ولا قوة الا بالله. يا حبيباتي شو رأيي؟ ما شاء الله حولهم مايلين على بعضهم مثل العاشق والمعشوق. أنا طول عمري واضح وصريح وماري مضطر أساساً أني إلجأ مع أي إنسان لسياسة الأمر الواقع، وبعدين حاجة تتأملي وتتأففي وكأني مسخر بس لتلبية رغباتك. شو مين متجوز أنا؟ الأميرة ديانا؟ وليش هيك عم تفاول علي؟ أصلاً أنا بشوف حالي أهم منها بكتير. أصلاً الوحدة بليلة عرسها عندها فرصة لحتى تكون مو بس أميرة، أميرة وملكة وإمبراطورة كمان. ممكن تتحقق كل أمانيها ورغباتها عن طريق عريسة. بس أنا يا حسرة علي شقفت لي موزين ما قبلت تأمن لي. مساء الخير واهلا وسهلا جميعا، والف مبروك للعروسين وان شاء الله عقبال بكاري. بصرنا أنه يكون معنا الليلة بهالحفلة اللطيفة المطرب الفنان برهان فهمي. شو هاي؟ شوفي نحن مو اتفقنا أنه راغب علامي يغني لنا بالعرس؟ صعب كتير لأنه اليوم مسافر عنده حفلة بمهرجان جرش. طيب كنت جيب جورج والسوف. كمان جورج مسافر عنده حفلة بلوس أنجلوس. طيب عاصي حلامي؟ عاصي هلأ عصيان بالقاهرة ومرتبط بعدة عقود هنيك.
طيب، وائل، رامي، مصطفى. شوفي هالة، من ثلاث ايام خبرتك انه برهان فهمي هو اللي رح يغنينا بالعرس، بلا تتجاهلي وتعملي حالك مدرياني. عجبك عجبك، ما عجبك هي باب الاوتيل بيوزع جمال. خلصيني بقى، اعطيني نفسي. شايف شايف كيف عم تتبع معي سياسه الامر الواقع؟ اذا كنت مفكر اني انا ما بقدر خسرك كل هالتكاليف اللي حطيتها واخزيك قدام العالم، بتكون غلطان يا خانم. حتى اذا طلعتي من العرس انا ما رح انخزها. انا هلا بقدر اجيب اي وحده بدالك من يلي موجودين هون وبتجوزها راسا بدون ما اخسر اي شيء. يعني كل مساله رسمالها تعديل بسيط، وهو اني غير العروس. اذا كنت مفكر حالك كازانوفا عهدك، فانا بحب ذكرك انه ما ضل شب بهالبلد الا وخطبني. بس انا قلت عقلي هي اللي خلتني انعم على قلبي واقبل فيك. واذا كنت مفكري حالك سندريلا زمانك، فانا بذكرك اني كنت وما زلت فتى احلام كل البنات اللي قابلتهم بحياتي. انت مغرور وحقير. وانت طالع. معلش يا جماعة لا تأخذوني، بعتذر وكل شيء بالدنيا اسمه ونصيب، وأنا الليلة عرسي وبحب تضلوا معي مبسوطين وتشاركوني فرحتي بهالليلة هي بدون ما يتغير عليكم شيء إلا العروس طبعا يلي رح أقدم لكم إياها فوراً.